إذن كما أعلن مرصد حقوقي عن توثيق 86 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية بينهم 4 قتلى خلال عام 2021 تصدرت ميليشيا الحوثي الإرهابية تلك الانتهاكات. كما أفاد مرصد الحريات الإعلامية في تقريره السنوي أن الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتداء واستهداف مؤسسة إعلامية، وكان أبرزها مقتل 4 صحفيين بطريقة بشعة خلال أقل من شهر. وبحسب المرصد فإن العام الماضي كان أسوأ من سابقه، فقد أصبح المجرمون يستخدمون أساليب مرعبة ضد الصحفيين في اليمن، ولم يكتفوا بالقنص والاستهداف المباشر للصحفيين، بل وصل بهم الحال لزرع متفجرات تحت سيارات الصحفيين. إذن وللوقوف حول الحريات الصحفية وكيف كان العام الماضي بالنسبة للحقوق والحريات بالنسبة للصحفيين والصحفيات، ينضم معنا السيد مصطفى نصر رئيس مركز مرصد للحقوق والحريات. نرحب بك سيد مصطفى معنا في أخبار المنتصف. كما ذكرنا في الخبر، يعني ربما كان العام الماضي من أسوأ الأعوام قتامة على الصحفيين في البلاد، كيف تقيم هذا التقرير أيضا ومضمونه، وهل سيسوء الحال بالنسبة للحريات الإعلامية في البلاد نتيجة الحرب، سواء كان في مناطق سيطرة الميليشيا أو حتى في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية؟ أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. في الحقيقة أنه أمر مؤسف أن تتصاعد حدة الانتهاكات بهذا الشكل الكبير لتصل إلى هذا المستوى، يعني الذي تم رصده من قبل مرصد الحريات الإعلامية بتوثيق 86 حالة انتهاك خلال العام. والأمر الجديد والملفت أنه هذه الانتهاكات أخذت بعد أو منحى عنفي أكثر، بمعنى أنها يعني استخدمت فيها عمليات وحشية في عمليات التفجير الذي تعرضت له الصحفية رشا أو ما تعرض له الصحفيين الآخرين من استهداف لموقبهم في مدينة عدن. وبالتالي نحن أمام منحى خطير في الاعتداءات التي مورست على الصحفيين منذ بداية الحرب. نحن خلال 7 سنوات الماضية فقدت الأسرة الصحفية 50 صحفي وصحفية تعرضوا للقتل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لكن كلها تؤكد أن وضع الحريات الإعلامية فعلا أصبح أو اليمن أصبحت بيئة خطرة على الصحفيين وعلى الصحفيات في اليمن. والمؤشرات واضحة بأنه أيضا هؤلاء الذين يرتكبون هذه الانتهاكات ما زالوا شرقاء وبعيدين عن العدالة. هذه النقطة مهمة للغاية، وبالتالي نحن نطالب كل المنظمات الحقوقية، كل النشطاء المعنيين بحقوق الإنسان أن يعني يقفوا ضد هذه الممارسات التي تنتهك حرية الصحافة وأيضا تصل إلى مرحلة القتل لمجرد أن الصحفيين نعم. فقط يمارسون عملهم ومهنتهم. نعم، كما تحدث سيد مصطفى، يعني بيئة خطرة على الصحفيين أصبحت البلاد سواء كان في الشمال أو حتى في الجنوب. فيما يتعلق بالنسبة لهذه المنظمات التي تعنى بحرية الصحفيين، هل كان تواجدهم أو حتى دعمهم لحرية الصحافة أو حتى للصحفيين في البلاد كان لهم دور رادع؟ يعني نلاحظ أن سنة عن سنة يزداد هذه الانتهاكات ضد الصحفيين، وكأن يعني يتركوا وحيدين هؤلاء الصحفيون في اليمن ويتعرضون للانتهاكات بالجملة سواء من قبل ميليشيا الحوثي أو حتى في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. للأسف الشديد هناك ضعف لتفعيل هذه القضية على المستوى الإقليمي والدولي. للأسف يعني الحرب اليمنية كلها أصبحت حرب شبه منسية. أيضا واقع الصحفيين اليمنيين رغم هذه الخطورة التي والأعداد المهولة مقارنة بالأحداث في دول أخرى في العالم تحظى باهتمام ودفاع عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان، نحن نشهد هذه الانتهاكات الخطيرة. أكثر من يعني العديد من الصحفيين ما زالوا في السجن، يعني قبل يومين توفي والد الزميل
عبد الخالق عمران، وهو معتقل منذ 7 سنوات في السجن دون تهمة، وزملائه أيضا. هذه القضايا يفترض أن تحرك كل المعنيين بحرية الصحافة، بحقوق الإنسان، لكن للأسف الشديد القضايا في اليمن ما زالت لم تظهر للعالم بشكل كبير. هناك تقصير واضح من قبل هذه المنظمات وهذه الأطراف الدولية المعنية بهذا الملف. هناك جهود في هذا الجانب، لكن أيضا لا ترتقي إلى مستوى القرب، لا ترتقي إلى مستوى ما تواجهه الصحافة باليمن من تحديات على صعيد، يعني تحديات على أصعدة مختلفة، مواجهة خطر الموت، صحيح. مواجهة تحديات القنص والاعتقال والإخفاء وغيرها، كل هذه الانتهاكات، أيضا تدمير المؤسسات. أصبحت البيئة الإعلامية في اليمن للأسف الشديد بيئة خطرة، ويمارس كل الأطراف انتهاكات بنسب متفاوتة. نعم. صحيح جماعة الحوثي تتصدر هذه الانتهاكات، لكن أيضا بالمقابل هناك انتهاكات، يعني اليوم الصحفية باضاوي أيضا، صحيح. هي معتقلة، وهذه سابقة سيد مصطفى، يعني سابقة. على ذكر، نعم. يعني هل هذه سابقة الآن أن تتهم صحفية بالتخابر ويتم القبض عليها بهذه الطريقة؟ فبالتالي الوضع يعني يتدهور بطبيعة الحال، وكما تحدث هناك، نعم. تقسيم من الجميع، من جميع الأطراف وحتى هذه المنظمات. إذا يعني الصحفيون يتركوا هكذا ليلاقوا يعني مصيرهم من الجانبين ومن جميع الأطراف. صحيح، وبالتالي هذه يعني سواء اعتقال صحفية بهذا الشكل بتهمة الحقيقة تهمة غير منطقية، يعني بالتخابر، ونحن نعرف أن كل الأطراف الآن الموجودة في الساحة سواء عسكرية أو سياسية هي تتبع أطراف خارجية، فأن تتهم صحفية بتهمة بهذا التسطيح أو بهذا التهمة الخطيرة أيضا، وبالأمر مؤسف للأسف الشديد، نعم. وبالتالي نحن نطالب كل المعنيين الحقيقة بحرية الإعلام، بحقوق الإنسان، كما قلت مطالبين أن يقفوا بحزم تجاه هذه القضايا، أن يطالبوا بحالة كل من ارتكب انتهاكات ضد الصحفيين للمحاكمة. هذه القضايا لا تسقط بالتقادم، وبالتالي يجب أن ينال كل المرتكبي هذه الانتهاكات العقاب المستحق به. نعم، رئيس مركز مرصد الحقوق والحريات السيد مصطفى ناصر، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.